بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد مع رئيس إقليم كردستان ناجر فان بارزاني والوفد المرافق له الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في البلاد. وأكد المالكي ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى السياسية لتجاوز التحديات لا سيما أزمة تفشي وباء كورونا وتداعيات هبوط أسعار النفط. من جانبه وجه بارزاني الدعوة للمالكي لزيارة كردستان، كما ناقش رئيس تحالف فتح هادي العامري مع رئيس إقليم كردستان ناجر فان بارزاني الانتخابات المبكرة والتوغل التركي في البلاد وأهمية توحيد مواقف القوى السياسية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عنها.